السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وبسلام. عيد مبارك ان شاء الله على الجميع. نزلت بقى النهاردة الوقفة، فنزلت اجيب شوكولاتات، وكمان رحت السوق ورحت محل التجميل ورحت حاجات كتير. خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا الشوكولاتات كمان اللي انا جبتها. هوريكم الشوكولاتات اللي انا اشتريتها وكل حاجة انا اشتريتها، فتابعوني بقى. الناس اللي متابعاني بشكركم جدا جدا، الناس اللي مش متابعالي حطولي لايك واعملوا اشتراك في القناة. بصوا بقى، انا اول حاجة رحت جبت الشوكولاتات، هوريها لكم لما اروح ان شاء الله. وبعد كده دلوقتي انا رايحة على السوق عشان هجيب الخضار، وسبت حاجتي اللي هي الشوكولاتات وكده جنب الراجل، لان انا متعاملة معاه فهو عارفني، فانا سبت حاجتي عنده. فقلت اروح السوق بقى وانا راجعة اخد منه الشوكولاتات اللي انا وزنتها وكده. ده السوق، والخضار بقى اسعاره كانت مولعه، تعرفين طبعا يوم الوقفه. وبعد كده دلوقتي رايحه محل ادوات التجميل، هشتري شويه ميك اب، وكمان هشتري شامبو ومعجون اسنان عشان معجون الاسنان بتاعي خلص، وكمان هجيب شويه حاجات كده، هجيب برفان وكده. دخلت المحل اهو، المحل ده انا برضو بجيب منه على طول، بيبيع باسعار حلوه بسعر الجمله، فبيديني اسعار حلوه. انا خدت الحاجات اللي محطوطه دي، جبت شامبو وجبت حمام كريم وجبت حاجات كده، شويه حاجات كده، معجون اسنان اهم حاجه زي ما انتم شايفين، واسعاره حلوه قوي. وكنت بدور بقى على برفان معين انا بستعمله، بس على فكره بحطه في البيت عشان حرام ان انا ان انتوا تحطوا برفان وانتوا خارجين. الستات ما تحطوش برفان وانتوا خارجين عشان حرام، في البيت ماشي اوكي. فانا كنت في نوع كده معين ما كنتش لاقيه، فكنت بسال عليه، ونوع اماراتي تقريبا. فاحمد اهو كان معايا قاعد من مستنيني، وكانت كمان اختي معايا. اليوم ده كان يوم صعب، يوم الوقفه كان يوم طويل، مش عارفه اقول لكم كان طويل ازاي، يعني كلكم بتقعدوا الوقفه كده وكده. انا حاسه ان انا كنت محتاسه، او حرفيا ان انا كنت محتاسه. دلوقتي انا جيت البيت اهو، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو بقى، ما صورتش حاجات كتير ومنتجت وقطعت حاجات كتير. جبت بقى بيبسي زي ما انتم شايفين، جبت 3 كفايه اللي هما الواحده ريتل ونص دي، قلت اجيب من كل نوع واحده كده. وده كده الشكل ده بتاعها زي ما انتم شايفين كده. هقول لكم بقى جبت شوكولاتات ايه، هتشوفوها دلوقتي. اللي وصل معايا الفيديو لحد دلوقتي، عايزه اقول لكم رسامته طيب، ولو ما حطيتش لايك حطي لي لايك. جبت سوداني بس انا مكترتش لان احنا ملناش في السوداني قوي. وكمان جبت من كل نوع كده الشوكولاتات اللي انتوا شفتوها، محل الشوكولاتات اللي انا اللي كنا عامله دلوقتي، جبت من كل نوع، يعني ايه مش كتير، جبت من يعني حاجات كذا نوع كده. فقلت بدل مثلا ما اجيب 2 كيلو من نوعين بس، فقلت ايه انوع كده، اجيب من كل حاجه كده شويه. دي الشوكولاته دي بجوزة الهند، انا بحب جوزة الهند برضو، واحمد ابني بحبها قوي، بحب جوزة الهند. وجبت شوكولاته بالبندق، شوكولاته بالفستق، وجبت شوكولاتات من اللي هي ساده دي بالبندق تقريبا، هي دي والخضره كانوا جنب بعض، فقال لي دي بالفستق ودي بالبندق، بس انا مش عارفه انا لسه ما دقتهاش لسه. ودي شوكولاته عاديه، شوكولاته بسكوت اللي هي عامله زي بسكوت بالشوكولاته، عامله زي طعم الشمعدان كده. والاسعار بتاع الشوكولاتات السنه دي كويس، يعني بتبدا من 60 جنيه وانتوا طالعين، 60 وفي 80 وفي 90 وفي 110، وانتوا طالعين. جبت الشوكولاته اللي هي اللي انتوا شايفينها دي كوفرتين. جبت الشوكولاته الثانيه دي في بالزبده وفي بالكافيه بتاع القهوه، فاكرين الفندام ده بتاع زمان، انا بحبه قوي، اول ما شفته قلت الراجل لازم تحطيني منه، فاداني حطيلي على وهو بيزيد الشوكولاته دي فوق زمني عليهم كده. وجبت النوع ده كمان، ده بالبندق زي ما قلت لكم، دي بالبندق والتانية بالفستق تقريبا اهي. انا دي جبتها قبل كده بس كان نوع تاني مش نفس الاسم ده، كانت بالبندق. بص انا مالها لخبط، على فكرة انا دلوقتي اصلا الساعة 2 والمفروض ان الفيديو ده ينزل بكرة، فصباح العيد، فانا لخبطت خلاص بقى ومتلخبطه، وبصوا الدنيا بايظه معايا خالص لان عايزه انام. انا صاحيه بدري وتعبت النهارده، الساعه 2 دلوقتي، داخله 2:30 كمان اهي،
فانا عايزه انام بقى عشان انا اصحى صلاه الفجر وبعد كده صلاه العيد. واستنوني بقى ايه في صلاه العيد، هصور لكم ان شاء الله، وهصور لكم روتيننا في العيد وعملنا ايه وخروجاتنا وكده. انا متعوده ان انا كل عيد ان شاء الله بخرج، هصور لكم كل الروتين بتاعنا. احمد بقى اختار شوكولاته بجوزة الهند، وبحب جوزة الهند قوي، فقلت انضف الدنيا كده. وكنت حاطه على الترمس، خليكم معايا لسه برضو في مفاجآت تانية، فهدخل بقى ايه على ما الترمس يطيب. فقلت بقى ايه اظبط شويه بسكوت. انا ما عملتش كحك السنه دي، لان الكحك ايه بيقعد عندي ما حدش بيحبه، يعني احنا ملناش في الكحك قوي، والبسكوت برضو لنا فيه بس مش قوي برضو. فقلت ايه عملت 3 كيلو بسكوت كده، حطيتهم في الكرتونه وعملتهم عند اخويا، عند مرات اخويا هي اللي عملتهم لي، عملناهم في المكنه، واللي شافش الفيديو بقى يروح يشوفه. فقلت اظبط شويه كده واحطهم برضو جنب الشوكولاتات. وكل سنه وانتم طيبين، وعام سعيد، ويا رب تكونوا بألف صحه، والسنه الجايه زي دلوقتي كده كل واحد يكون حقق احلامه ان شاء الله. ان شاء الله كده ربنا يكتبنا من الفائزين في رمضان. لما رمضان بيخلص بنقول فاز من فاز وخسر من خسر، ربنا يجعلنا يا رب من الفائزين، ما نكونش من الخاسرين. والحمد لله. كل واحد يكتب لي بقى، كنتوا بتقضوا صلاة العشاء فين؟ في المسجد ولا كنتوا بتصلوا في البيت؟ انا عن نفسي كنت الحمد لله الحمد لله رمضان كله صليته في المسجد. دلوقتي جيت معاكم اهو، دي بقى كانت ايه حلويات، كانت اختي عندي كانت جايبها لي وهي جايه. فبصراحه ايه احنا ملناش في الحلويات قوي، وخصوصا في رمضان، يعني في الايام العاديه اصلا احنا ما بناكلش حلويات كتير، ولادي ما حبوهاش قوي. ورحت سبتها بقى، هي كانت عندي يوم الخميس اللي قبل رمضان اللي قبل العيد، فقلت خلاص مش هفتحها بقى، سبتها قلت خلاص العيد بقى خلاص، بدل ما اشتري تشكيله حلويات كده جامده. زمان شايفين كده يا جماعه، حطيت بقى الحلويات وظبطت الدنيا كده. الوقت كان متاخر، كانت الساعة ساعتها كده داخلة على واحدة. جنة وتوتة بقى استحموا وناموا، استحموا حماية العيد بقى وناموا، وسابوني برضو محتاسة. بس هما بصراحة تعبوا معايا، نظفوا لي البيت كله، نظفوا معايا يعني، مش هما اللي منظفين ورا، نظفوا معايا ساعدوني بصراحة يعني. وتعبنا وتهد حيلنا غير ما انا بقى خرجت. وجنة كانت معايا برضو لما نزلنا القناطر، كانت معايا، واشترينا الحاجات اللي احنا اشتريناها دي، مشترين الشوكولاتات والحاجات دي كلها، مشترين حاجات كتيرة جدا. وكنا محتاسين، لان احنا كمان ايه كنت انا وجنة وكانت اختي معايا واحمد كمان. شايفين بقى انا عمالة اظبط الدنيا، كنت فاصل زي ما انا قلت لكم، فانا مش عارفة احط ده فين وده فين. فالاخر خالص رحت ايه حطيت الفاكهة كده جوه، وحطيت الحلويات كده والشوكولاتات في النص، والبسكوت الناحية التانية. قولوا لي ايه رأيكم، وكل سنة وانتم طيبين. الفترة الجاية بقى ان شاء الله جنة وتوتة عندهم امتحانات، فان شاء الله بعد الامتحانات هقدم لكم فيديوهات جامدة. ده الترمس انا مطيه عليه على الاخر، كان خلاص طوب بس كان فاضل له سنة صغنونة، انا شفته كده وضقته لقيت فاضل له حاجة بسيطة كده، فايه انا مطيه البوتاجاز عليه على الاخر عبال ما اعمل اخلص كل الشغل اللي ورايا وكل حاجة ورايا. انا اصلا متعوده ان انا بخلص كل حاجه ويوم الوقفه ببقى قاعده فاضيه، بس الوقفه دي انا محتاسه فيها، اول مره تحصل معي. البيت بقى كان متنظف الحمد لله ومتروق. واحمد بقى كان استحمى برضو اهو، زي ما شايفين شكله نظيف، شكله مستحمي عشان العيد. فهدخل بقى كنت هدخل بقى عشان امنتج الفيديو قبل ما انام. وكل سنه وانتم طيبين، تابعوني ان شاء الله هقدم لكم زي ما قلت لكم روتيننا في العيد، وجنة وتوتة هيظهروا معايا الفيديو. جماعه انا حبيت اقدم لكم الفيديو ده، احنا كنا مصورينه قبل الوقفه بيوم. دي الطبله بتلف من قدام شارعنا، وده كان اخر يوم هتلف فيه لان كان صباح الوقفه، فانا حبيت اقدمها لكم مع الفيديو ده عشان كده خلص رمضان خلص يا جماعه. رمضان خلص ويوم اخر يوم دي واحنا ما شفناهوش قلبنا. طيب يا حمد، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وانتم طيبين. واسيبكم بقى مع الطبله، وشوفوا الطبله كانت عامله ازاي، ده حتى كان في اعداد ضخمه عن كده، بس احنا ما لحقناش نصور، صورناه وهي راجعه. ده ما في يا جماعه كلها داية معايا مع الطبله، جمهوريه مصر العربيه. وكل سنه وانتم طيبين. فيديو بكره يا جماعه ان شاء الله هيكون جامد، انتظروني هوريكم حياتنا وروتيننا في العيد.
Happy birthday to you.